ونذكر بها عباد الله. أولا أنك لابد أن تسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منك رفضات. ثانيا أنك لابد وأن تفرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصائف فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه، فالعيد فرحة. ثالثا أن تسأل المولى تبارك وتعالى أن يعيد عليك رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة. رابعا أن العيد لا يكون عيدا إلا بصلة الأرحام، إلا بالتوسعة على الأهل والأولاد، إلا بزيارة المرضى والفقراء والتوسعة عليهم. فهذا هو عيد المسلمين، أن نتبادل سويا التهنئة تقبل الله مني ومنك. أيضا أن نعلم، وهذا آخرة، أن هذا العيد عيد مرتبط بالدين وبالعقيدة، ليس كأي عيد آخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وجدهم يلعبون ويلهون، فقال لهم ما هذا؟ قالوا هذا يوم نلعب ونلهو فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. إن الله قد أبدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، فإقامة شعائر العيد والمواظبة على صلاة العيد والحضور والتبكير إلى صلاة العيد، كل ذلك من تعظيم شعائر الله. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت الأمة أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما لنا إلا فرجته، ولا دينا لنا إلا قضيته. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا، واختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة. اللهم أعد علينا العيد.